السلام عليكم، هلين فيكم في فلوق جديد. اليوم ابو نمر كلمني الساعة 10 الصباح، قال لي شوي بمرك. ليش؟ دول الكرسي للبيبي. الله يصلح لك، مخلص وتعال. وينك وينك؟ احنا بمرك. حي وينك؟ انا عبد الله عند قدام البيت. هلا. طبعا شوف، وقت نزول ذي الفلوق قد ان الولد ان شاء الله باذن الله. فمبروك مقدما من الحين. مبروك مؤخرا كذا. الوقت اللحظه للفيديو ده على طول راح تقدم. سمع عبد الله. لا والله اعطيك ركورد. اعطي ركورد 10 ركورد. لا والله اعطني اياها. لا والله لا اعطني اياها. ركورد يا ولد. يا ولد كيف بدها؟ لا والله فكري تكفى. كنا العيال يقطوا لي سيارة جديدة بعد ما اعطيك انا. والله يا خوي والله وضعك والله وضعك مزري. والله لو تدري ثاني يوم العيد ترى حاولنا. والله كنت خالد اول ما يجي الفيديو ينزل الفيديو اعتبركم حق بنمر. خلاص ان شاء الله باذن الله. عاد ذوقك الحين. اي معناك عندي انا حقة الاطفال. عصام كيف ذوقك الحين حق الاطفال؟ انا طفل. لا ذوقك مش انا طفل حتى. اقول له ذوقك حق الاطفال قال انا طفل. ما يحتاج اتعب والله. انا شوف اغلب الناس يسوون الحركه دي. كيف؟ هذه بتجيك تشيل الكرسي ذا من حالك. هذا مريح للاطفال. اي هذا هو كذا. اي اي عارف. هذا يقعد ثابت في السياره. اي ذا الحزام في السياره راح يكون فيه. ايه يخش فيه عاد. وهذا يمشي معك. طيب السن صغير. هو الطفل يجي صغير. لا بعدين اي التغييم. صورها خلينا نشوف المرت موجودة ولا. الوالمارت هي حق الجهة بس انا ما عندي. لا بس ذيك الجهة ما في احد. انا بشيء الحين خلصنا من هنا وشفنا الانواع وشفنا شو اسمه الاسعار. الحين بنروح الوالمارت ونشيك مره ثانيه ونشوف اللي يمشي معنا. كاسكو ما شفت كاسكو. لا كاسكو عندهم هنا روز وذيلي. هات السير ادي. ها كيف؟ صحيح والله ما في شركه ذي. ارخص من هنا؟ اي ارخص شويه. شوف في واحد هنا ارخص. وين؟ هذه ب 200 ابو نمر. 200 نفس ابو نمر بس هذه نفس اول واحده في الشيك عليها صح؟ نفس الشكل. نفس اللي حبه هو. اللي حبه هو والله. ابو نمر ذي نفس ذيك اول واحده شفتها عجبتك. هذه. طيب احمد هذا ما ينفك. هذه في النص. طبعا لا تطفيه ابد، خله شغال. هذا مثلا في اليوم بتصب فيه ماي مره او مرتين تعبيه ماي. نور. اي. هذا الجماعه شوف هذا يجهز الحين المولود الجديد. باقي بنمر باقي. بنمر انا اللي شلت يعني تسمي الولد باسمه. والله شوف ترى الوالد كلمني قال لي سمع عبد الله. ايوه سمع عبد الله عبد العزيز. قلت ماما عندي واحد اسمه عبد الله ما بعرف. ما يذكرني فيه. شفت كبر ولا ما قدرت؟ لا والله ثاني رجعنا التارجت كله من بنمر. والله انت اللي قلت الفكره. انت اللي قلت الفكره. خلاص اليوم طلعني نكمل. خلاص نشتري نشتري. خلاص عبد الله بتر كروسون كافي. خلاص اذا اخذنا واحد من هناك. وين واحد نسأله؟ اي والله راح نلحقنا التلفزيونات ينفعون؟ اكيد قول لهم. اذا ما ينفعون ترى يكلمونهم ناس يجون. شوي فاهم والله. يلا روح البقر يا عالم اللي ما يعتمد على نفسه ما بتقعد معك. حرمتك انت الحين هذه حرمتك. حلو ايه مثال سيب حرمتك حاله. لا ان شاء الله. لا ان شاء الله ما تكون مثله. ان شاء الله ما تاخذ ان شاء الله تاخذ اسم القطعه وتروح الدور فكرتين. خلي احمد يتزوج احلى مثلك يا وجه. بالعكس عشان ما تنساني. لا والله ابغى انساك. والله ابغى انساك. اتزوج احد لك. اقعد عزوبي احسن كلام. You're looking for this one. Oh yeah. Yeah. Shall I go and ask you? Looking for this one, other than this one. The box. The new. Let me go grab a scanner real quick. Okay. Yeah.
هذا هو نادا، هذا نادا، اي هذا لجن. كيف انا ابغى كثر تحسب انه جاي من الطريق ذا لنا ندري احسب انه بالصدفه ترى جات موضة رجعت موضة الساعة بالله تكلمون على الساعة اللي لبسها ترى قبل سنتين رجعت موضة رجعت الساعة ده لونها ذهبي وكذا انا احسب الحين قبل بس قبل دي الساعة العادية موضة حقت الناس اللي ما معهم فلوس رجعت موضة شوف طيحني ودائما شنو طيحني تشبهها بساعة لا يعني موضة انت ما برضه تفهم موضة اعطيتك اختصار لها ما ادري ايش اسمها انا مو فاهم اصلا الحين بدلتها وكذا ولا وسخة؟ لا وسخة لا ميكانيكي هون صدقني وسخة لا هيك هي كذا هذا مغسل مع بطانة صوت والله والله جبت حظ نق نق كم قيمتها عشان يتذكر ولدك كم دفعت له؟ 349 دقيقة ظهر 99 سنت يعني خلي يتذكر ولدك بعدين 99 سنت 99 سنت بالسعودي كم يطلع؟ 1400 ريال عليه بعد هذا بعد شوف ما اشتغلت البطاقة أبوك وهذا بيرجع مرة ثانية بيدفع شوف أبوك زعل أبوك زعل شوف بيجي دقيقة دقيقة بيجي لازم يجي والنمر حتى ما بعرف يمشي مسكين من القمه لا خلنا تروح ليش ما تشيلون مسكين ما برضى يشيلون معك يا ابو نمر ما ادري ايش فيه يعني اساس انت اللي دحين ما شاء الله مقطع لا لا هو ايش لا تدري ليش هذا خطاك انت صلح غلط تعلم مره ثانيه كيف لا يلا كده عاد خلصنا الفلوق ابو نمر ان شاء الله باذن الله عن تقضية المولود نعم ان شاء الله ان شاء الله باذن الله شو اسمه بس بيصير الى الان الى الان عشان الغلط الى الان والله الى الان اعطني الاوبشنز شو المحطوطين الى الان احمد عصام عبد الله خليفه ذل اسم الاجداد كلهم هذه الاوبشنز الموجوده في نهايه الفيديو لا تنسون سبسكرايب اند شير لايك لايك كومنت والسلام عليكم طيب بعد نعم وعليكم السلام خليفه اصحى اصحى يا خليفه ها كله نوم كله نوم تعبت على طول خليفه صح كل ديت تشربه مننا ماي كل عبيد ما